السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بيعلن عن موعد زكاة عيد الفطر. هنعرف تفاصيل الخبر، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. أكد الدكتور شوقي علام على تهنئته للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واتمنى ان يعم السلام والخير على مصر. وأوضح كمان الدكتور شوقي علام ان الهلال لم يولد قبل غروب الشمس ولم يتم رؤيته، لذلك فإن غرة شهر رمضان المبارك هتكون غدا الخميس بإذن الله. وكمان أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن يتم استقبال فتاوى المواطنين على رقم 107 إلى جانب الفتاوى الشفوية والرقمية. وأوضح كمان أن هذا الرقم مخصص للتيسير على المصريين بإيضاح الأمور اللي يحبوا يسألوا عليها منعا لأي لغط أو خطأ في الموضوع. وأضاف كمان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فدية يوم بيوم أو جمعها عن أيام، وأكد أن الاجتهادات واسعة في مسألة زكاة الفطر ولا يمكن التضييق على العباد. بالنسبة لقيمة زكاة الفطر، أعلن الدكتور شوقي علام أنه هيتم الإعلان عن قيمة زكاة الفطر في أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن عليه أيام من رمضان الماضي عليه أن يقضيها بعد عيد الفطر المبارك. وأكد كمان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الإنسان المريض الذي يضره الصوم مرخص له بالإفطار طالما أن المرض قد يؤدي بحياته، ومن كان مرض مزمن ومستمر يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره. كده يبقى احنا عرفنا موعد صدور أو موعد معرفة قيمة زكاة الفطر، وكمان أي تفاصيل جديدة هجيبها لكم هنا في القناة بإذن الله. فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، وكل عام وأنتم بخير، ومع السلامة.